السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم في درس جديد. اذا كنت اول مره تتابع القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن كيفيه كتابه رساله تهنئه بمناسبه زواج او خطوبه، او اذا شخص كتب لي رساله تهنئه كيف ارد عليه. مثلا شخص اعطاني عيديه او جاب لي هديه بمناسبه الزواج او الخطوبه، كيف اشكره برساله و أعبر عن مدى امتناني وشكري له. أو العكس، أنه شخص كان عنده خطوبة أو حفل زواج، كيف أكتب رسالة أهنيه بهذه المناسبة. كما نعلم أنه الناس يحبون تذكيرهم برسائل أو ذكر هذه المناسبات ليبين مدى حبهم وتقديرهم لهذا الشخص. وكما نعلم أيضا كبار السن دائما يحبون أن نذكرهم أو نستذكرهم بأعيادهم وأعيادهم مثل الزواج أو أعياد ميلادهم وهكذا. إذا نتعلم في هذا الفيديو كيف أكتب رسالة تهنئة لشخص، أو كيف أكتب رسالة لشخص أعبر عن مدى امتناني له لأنه أحضر لي هدية ما. أول رسالة نتحدث فيها عن رسالة تهنئة لشخصين بعيد زواجهم السنوي. Dear Mary, how wonderful that you're celebrating your 10th wedding anniversary Friday. Whatever your plans are, I hope too that you have a perfect day together. Congratulations to both of you, and may you have many more years of happiness. Affectionately. Dear Mary, عزيزتي Mary, how wonderful that you're celebrating your 10th wedding anniversary Friday. يا له من رائع أنكم تحتفلون تحتفلون يوم الجمعة بحفل زواجكم السنوي العاشر. Whatever your plans are, مهما كانت خططكم, I hope too that you have a perfect day. أمل أن تقضوا يوما رائعا سوية. Congratulations to both of you. تهانية أو تهانينا لكليكما. And may you have many more years of happiness. وأمنياتي لكما بمديد أو سنوات مديدة من السعادة. نختم الضابط الأخير affectionately المحب أو محبكم. Dear Mary, how wonderful that you're celebrating your 10th wedding anniversary Friday. Whatever your plans are, I hope too that you have a perfect day together. Congratulations to both of you, and may you have many more years of happiness. Affectionately. لاحظ how wonderful يا له من رائع. أيضا الفعل celebrate يحتفل. Celebrating عندنا إيه نحذفه ونضيف ing. Anniversary إذا مناسبة سنوية. Wedding زواج. Plans خطط. ننتبه بعد hope to أمله أن إذا بعد hope يأتي to. نحفظ congratulations تهانينا. أيضا عندنا many more يعني مديدة سنوات مديدة من السعادة. نختم affectionately إذا المحب. الرسالة الثانية نهني فيها خطوبة شخص ما أو خطوبة أحد. البعض ممكن لا نحبه لكن مجبرين أن نرسل له رسالة تهنئة بخطوبته أو خطوبتها للتعبير عن حماسنا وفرحتنا له. أيضا يجب أن نذكر إذا كنا نتكلم مع الفتاة أن تنقل تهانينا لخطيبها، أو نتكلم مع الرجل ندعوه أن يوصل تهانينا للفتاة وهكذا. Dear Mary, I was so happy for you when you called last night to tell us about your engagement to Harry. He is a very lucky man. As I'm sure he knows, I'll be that you're both on top of the world. It was wonderful to hear your news, and want to wish you both much happiness, lots of love. Dear Mary, عزيزتي Mary, I was so happy
كنت سعيد جدا for you لك when you called last night عندما اتصلتي في الليلة الماضية to tell us about your engagement to Harry تخبرينا عن خطوبتك لهاري. He is a very lucky man هو رجل محظوظ جدا as I'm sure he knows كما أنا متأكد بأنه يعرف ذلك هو محظوظ لأنه أخذ المحظوظة. I'll be that you're both on top of the world كما أنا متأكد بأن كليكما ستكون على قمة العالم. It was wonderful to hear your news كان من الرائع أن أسمع أخبارك and want to wish you both much happiness وأريد أن أتمنى لكم مزيد وكثير من السعادة. Lots of love حبي لكما. Dear Mary, I was so happy for you when you called last night to tell us about your engagement to Harry. He's a very lucky man, as I'm sure he knows. I'll be that you're both on top of the world. It was wonderful to hear your news and want to wish you both much happiness, lots of love. لاحظ so جدا اذا سعيد جدا. Night جي اتش ما تنفض لا نقول نجهد نحفظ. Engagement خطوبة engagement to he's يعني اختصار لي he is دائما الافضل عندما اكتب او اتحدث استخدم الاختصارات. لاحظ كلمة luck حظ lucky محظوظ. لاحظ الكلمة هذه sure لا نقول sure متأكد. I'll هي اختصار I will be يعني أنا متأكد أو أراهن إذا نستخدم التركيب هذا. I'll be that يعني أراهن أو متأكد من. News أخبار إذا نريد أن نقول خبر a piece of news إذا خبر واحد. Wish أمنية أو يتمنى لا نقول which إذا هذه which أي بمعنى عندما أسأل أي شيء تفضل أو أي شيء تريد which لكن هذه الكلمة wish معناته يتمنى أو أمنية. لاحظ happiness عندنا كلمة happy سعيد سعادة. لاحظ بس حذفنا ال y وضعنا i وضفنا double s happiness سعادة. Lots of love يعني المحب. الرسالة الثالثة والأخيرة أتكلم فيها عندما شخص يحضر لي هدية بمناسبة زواج أو إلى آخره يجب علي أن أشكره وأرسل له رسالة شكر أعبر فيها عن مدى امتناني له. Dear Mary, when your very generous gift of $500 arrived, Kareem and I were so pleased. It's really true that most couples starting out in life have many things they need to get all at once. عزيزتي ماري عندما لاحظ وصلتنا هديتك الكريمة بمبلغ $500 كريم and I were so pleased كنت أنا وكريم مسرورين جدا أو فرحين جدا. It's really true that most couples starting out in life have many things they need to get all at once صحيح أو حقيقي صحيح بأن معظم الأزواج يعني كابل معناته زوج اثنين يبدأون حياتهم بأنهم يحتاجون الكثير من الأشياء للحصول عليها all at once كلها في مرة واحدة. When your very generous gift of $500 arrived, Kareem and I were so pleased. It's really true that most couples starting out يبدأون حياتهم يعني starting out in life have many things they need to get all at once. لاحظ generous كريم gift هدية present أيضا هدية نفس المعنى لكن gift ممكن تأتي نتكلم يعني هدية بشكل عام ليست مغلفة ليست wrapped present ليست هدية مغلفة مثل present تأتي هدية بمناسبة رسمية تكون مغلفة وهكذا. لاحظ pleased مسرور أو فرح so pleased. لاحظ really true يعني صحيح أو حقا.
couples نحفظها أزواج at once مرة واحدة أو دفعة واحدة. So it's wonderful to be able to go out and select something useful. لذا لاحظ سو لذا it's wonderful من المناسب أو من الرائع أو من الملائم to be able لأستطيع أو أكون قادر to be able لاحظ can بعدها بعد be لا نقول to can نحول can إلى able to be able to go out إذا نخرج and select ونختار something useful شيء مفيد لا نقول useful something أخذنا درس الصفات اللي حب يرجع له إنه بعد something anything someone لا صفة تأتي بعد هذه الضمائر لا نقول useful something something useful so it's wonderful to be able to go out and select something useful Kareem and I sat down right after receiving your gift and looked at our list of things we need. We both knew immediately what we wanted. A chair for study. I had been so worried that we wouldn't be able to afford one for a long time. So you can imagine how excited we were with your gift. Kareem and I sat down. جلسنا أنا وكريم لا نقول I and Kareem. Kareem and I. Right after receiving. يعني بعد أن receiving تلقينا your gift. هديتك. And looked at our list of things we need. ونظرنا لقائمة الأشياء التي نحتاجها. We both. Both كلانا. Both معنى كلا أو كلتا. كلانا knew. يعرف أو عرفنا. Immediately. على الفور. Immediately فورا أو على الفور What we wanted ماذا أردنا A chair for study كرسي للمطالعة لا أقول للدراسة للمطالعة I had been so worried كنت قلقة جدا That we wouldn't be able سوف لن نكون قادرين لا نقول wouldn't can إذا نستخدم be able to سوف لن نكون قادرين لاحظ التركيب هذا لا نقول wouldn't can بعد would نستخدم be able to سوف نكون قادرين afford one أن نؤمن سعر هذا الكرسي for a long time لفترة طويلة إذا afford يتحمل يعني لا نتحمل تحمله فترة طويلة يعني لا نقدر أن نؤمن ثمنه so you can imagine لذا لك أن تتخيلي أو تستطيع تخيلي how excited كم فرحتنا we were with your gift بهديتك أو كانت باستلام هديتك. Kareem and I sat down right after receiving your gift and looked at our list of things we need. We both knew immediately what we wanted. A chair for study. I had been so worried that we wouldn't be able to afford one for a long time. So you can imagine how excited we were with your gift. Thank you so much, Mary. We really appreciate your thoughtfulness. And as soon as we've found the right chair, we want you to come for dinner and view our selection firsthand. With much love from both of us. شكرا لك جدا يا ماري. We really appreciate your thoughtfulness. حقا نشكرك لهذه الالتفاتة الكريمة thoughtfulness يعني التفكير الالتفاتة and as soon as وحالما we found نجد أو قد وجدنا the right chair الكرسي المناسب we want you نريدك أن to come for dinner لتأتي لتناول العشاء and view our selection first hand وتشاهدي اختيارنا with much love from both of us مع حبنا وتقديرنا لك. Thank you so much, Mary. We really appreciate, appreciate your thoughtfulness. And as soon as we've found the right chair, we want you to come for dinner and view our selection firsthand. With much love from both of us. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم.
تكلم فيه عن ثلاث رسائل. الرسالة الأولى عن خطوبة أو التهاني بخطوبة، أيضا الرسالة الثانية عن التهاني بزواج أو الزواج السنوي، والرسالة الأخيرة نتكلم فيها كيف أشكر شخص قدم لي هدية ما. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.